بونجور ليزامي، اليوم رح اخذكم برحله معايا الى باريس، وخصوصا التصميم الداخلي الفرنسي. كلنا نحب روح باريس، المقاهي اللي بيها، الالوان الرومانسيه، كل هالاشياء رح نعكسها بالتصميم الداخلي الفرنسي. خليكم وياي. يتميز التصميم الداخلي الفرنسي باكثر من عنصر، واهمها البساطه، مزج الألوان واستخدام التفاصيل القديمة بنظهرها بصورة جديدة. أهم عنصر بالتصميم الداخلي الفرنسي أنه لازم تكون الألوان فاتحة، يعني نمزج بين الألوان الباستل اللي نسميها، اللي هي تكون البيج، الأوف وايت، البيربل، مع ألوان الطبيعة وخصوصا اللون الخشبي. طبعا دائما تلاحظون بالألوان الفرنسية وخصوصا الأرضيات عندهم دائما تكون الباركي، فهذه من أهم الكاركترستيك اللي ممكن تشوفوها بالتصميم الداخلي الفرنسي. خمس نقاط أساسية اليوم راح أحكي لكم عنها بالتصميم الداخلي الفرنسي. أول شيء الأرضية، ثاني شيء الأثاث المستخدم، ثالثا الألوان، وطبعا أكيد الأكسسوارات، وأخيرا وليس آخرا اللايتنج أو الإضاءة. اليوم اخترت لكم مجموعة من الألوان والخامات راح نمزجها مع بعض لنعكس التصميم الداخلي الفرنسي. خمس عناصر أساسية راح تمثل لنا هالتصميم. أول شيء رقم واحد الأثاث. اخترت لكم هالخامة اللي هي لونها مريح جدا للأعصاب، وما تعذبنا بالاختيارات الباقية، يعني ممكن تضبط مع الأسود، مع الجراي، مع الأبيض، مش الأبيض الفاقع، الأوف وايت. العنصر الثاني اللي معانا اليوم هو الكوشنز أو المسند. اخترت لكم اللون البيستاجيو أو الأخضر الفاتح، أكثر لون يضبط مع الفرنتشر اللي اخترناه أو قطعة الأثاث اللي اخترناها باللون البنفسجي الفاتح. إذا لاحظتوا الألوان الاثنين اللي حطيناهم مع بعض نفس الدرجة أو نفس التون، بحيث ما نحس أنه لون جدا غامق والثاني جدا فاتح. القطعة الثالثة اللي معايا اليوم اللي اخترت لكم إياها هي الثروز. طبعا ما أنه الجو بارد في يوروب ودائما نحس أنه لازم شيء يدفينا لما نتفرج على تي في، دائما حلو أنه يكون عندنا هالثرو. اخترت نفس اللون اللي هو الأخضر، دخلته على البيربل بس بدرجة مختلفة عن الكوشنز. الاختيار الرابع لهذا التصميم اللي سويته اليوم هو اللامب أو الإضاءة. حبيت أختار اللون الفاتح الأوف وايت لنعطي شوية فواتح للمكان، لأنه إحنا كله ظلينا البيربل مع الأخضر. آخر قطعة اختارتها لكم اليوم لنكمل التصميم هي اللوحة أو أي قطعة فنية. الناس دايما تختار القطعة الفنية آخر شيء، بالنسبة لي اختار القطعة الفنية اللي تحبها وعلى أساسها ارسم الديزاين اللي تحبه. آخر شيء راح تشوفون القطعة وراح تشوفون ليش اختاريت هالقطعة وعلى أساسها طبعا بنيت كل هالتصميم. طبعا البينتنج من أهم التفاصيل الحلوة اللي راح تشوفوها بالتصميم اللي هي هذه. فوالا فوالا، خلصنا التصميم الفرنسي اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. أي أسئلة عندكم لا تنسون تراسلوني، وطبعا لما نروح فرنسا لازم ناخذ ويانا الهات الفرنسية حتى ما تمطر علينا دائما. Thank you so much. Merci beaucoup. À très bientôt.